مرحبا، معكم نسار لبنيس كيتشن. اليوم راح اعمل مشروم صوص. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. راح استغني عن الشي الاساسي بهالصوص اللي هو الكريم فريش، استبدله بمواد اقل تكلفة ونفس الطعم. تابعوا معي هالوصفة رح تطلع عندكم أفخم نكهات. رح أحتاج علبة من الفطر الطازة، 3 أكواب من الحليب السائل، إذا مش متوافر عندكم دوبوا حليب باودر. لكل كباية حليب رح حط معلقة طعام ممسوحة من النشا، علبة من القشطة بدون أي طعم فيها، وزبدة 3 معالق طعام. فرمت البصل ناعم والفطر مسحته فرمته كمان ناعم. حطيت زيت نباتي بكعب الكسرولة وبقلي فيه البصلة على حرارة وسط، وبضل عم راقبهم كل شوي بحرك، ورشيت على البصلة رشة ملح. تتاخد لون ممنوع تحترق، يعني بتوصل قبل بدرجتين من الاحتراق. أنا بدي إياها هيك محمصة. حضرت كسرولة تانية، حطيت معلقة ونص من الزبدة، رح اترك الزبدة تدوب والحرارة على الوسط. حطيت النشا مع الحليب وزدت علبة القشطة وبضل عم حركن، حطيتن على حرارة اقل من وسط الدرجة تحس انه تكاثف الصوص. وهون دابت الزبدة عندي، هلأ بزيد الفطر، برش رشة ملح عليهم ورشة فلفل أسود. طلع عندي مي من الفطر، بصفين فوق الصوص. الملح بخلي المي يطلع من الفطر، رح ضل قليهم تدوب حبة الفطر. بس لاقي الفطر نشف حط باقي الزبدة وبخليه ياخد لون. شوفوا كيف صار لونه، كأنه تحمص. وهلأ بزيده فوق الصوص. إذا عندكن كمية كبيرة من الفطر ممكن تعملوا هالوصفة تحتفظوا فيها بالفريزر. بس تبرد تماما بنعبيها بكياس الخاصة للفريزر أو بعلب. حطيت نص معلقة صغيرة من الملح، رح دوقها وشوف الطعمة. ريحتها وطعمتها ما بخبركن قديه طيبة. بدي انتو تجربوها وناطرة صور تطبيقاتكم الحلوة. غطيتها ورح اتركها 10 دقايق على اقل درجة حرارة. كل المعلومات او المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة ايدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنت تحت.